Start I0.1, normally open. We stop I0.0, normally close. الفكرة اللي في البرنامج ممكن بالنسبة لك تطلع فكرة مش واقعية. أول حاجة بصراحة أنا لغاية من أسبوعين فاتوا ما كنتش مقتنع إنها فكرة واقعية، بس اتحطيت في موقف من أسبوعين لقيت الحل الوحيد للفكرة اللي بقول لك عليها دي. كي كانت شاشة كلها أربع زراير، شاشة تي دي 200 كل اللي فيها أربع مفاتيح. الراجل عايز يستغلها يستخدم فيها يجي ست سبع مفاتيح. فكان الحل الوحيد إن إحنا هنشتري شاشة بضعف الثمن. قال لك لا مش عايز أصرف فلوس. خلاص عملنا نفس الزرار على الشاشة، أدوس عليه أول مرة ياخد أكشن، تاني مرة ياخد إيه؟ أكشن تاني. أوكي ووفرنا ثمن شاشة كان هتزيد يجي 600 700 جنيه. تعال نعملها في موتورين اللي هو البرنامج بتاعنا وبعد كده نشوف أبلكيشن تاني ليها وإحنا شغالين. عايز أدوس أول مرة على الـ I0.1 يشغل أول موتور. أشيل يفضل شغال. أدوس كمان مرة على نفس المفتاح I0.1 يشغل موتور تاني. أشيل يفضلوا شغالين وبعد كده أطفي الاثنين. تمام. هي الهدف من البرنامج أكتر ما منه فكرة تتعمل، الفكرة أكتر إن أنا أبقى فهمت كويس جدا الترتيب جوه الـ PLC الـ Priority الأولويات. آدي البرنامج I0.1 يشغل Q0.1 وبرضه I0.1 يشغل Q0.2. بما ان انا هدوس واشيل يبقى محتاج اعمل ايه؟ لاتش. سواء كان لده Q0.1 او لده Q0.2. ما دام في لاتش اجباري لازم ان يكون فيه مقتنع يا باشمهندس؟ ماشي. I0.0 تعال. في نقطة لما ادوس على I0.1 هيعمل ايه؟ هيشغل Q0.1 وينزل يشغل Q0.2 صح؟ ده احنا لو افترضنا ان انا اسرع واحد في العالم حتى لو عملت ودوست وشدت بسرعة جدا الـ PLC لقط ان المفتاح جراله ايه؟ قفل، فمش هيمسح الفكرة دي من دماغه غير لما يخلص ايه؟ السايكل كلها. يعني لازما هيعمل Q0.1 وبعد كده Q0.2 وبعد كده يفوجئ ان المفتاح فصل. ده لو انا اساسا لحيت افصله. اوكي فالفكره مش فكره سرعه، يعني حتى لو عشان كده لو دوست وشدت بسرعه جدا المشكله هي هي. طب انا عايز افهمه حاجه، دي اول دوسه دي ثاني دوسه. البي ال سي ما يفهمش، يعني مش بيحس ان دي اول مره تيجي الكهرباء ودي ثاني مره تيجي الكهرباء. بس انا ممكن اجي اقول له في النص اول دوسه ماشي دي مش هتشتغل. ثاني دوسه معناها ان انا شلت ده مرة. طب انا ممكن اقول له حاجة. اقول له هعملها بلون مختلف. بوينت واحد اتشال، يعني كان متداس واتشال. شلت ايديا I0.1 اتفتح بس ده فصل؟ لا، لان في نقطة ايه؟ تعويض. شلت ايديا الملكة جرى له ايه؟ فعمل ايه هنا؟ لما ادوس تاني هيجرى ايه؟ بس للاسف الملكة اشتغل لمدة قد ايه؟ يعني محتاج اشيل ادوس بسرعة. قبل ما تأثير الميركر يروح، بس ممكن احلها ان انا اعمل ايه؟ وما دام في لاتش لازم يكون في ستوب. خلص البرنامج، تعالى نقرا مع بعض تاني. تاني احنا قلنا عايزين ادوس على الـ I0.1 يشغل Q0.1، ادوس كمان مره يشغل Q0.2. عشان اميز للبي ال سي اول وثاني مره معناه ان انا في النص عملت ايه؟ شلت ايديا. خلاص قلت له لما ادوس على I0.1 شغل Q0.1. دوست اشتغل. شلت ايديا فالنيجاتيف ايدج بعت اشاره فشغل مين؟ الميركر قفل هنا. مش انا شايل ايديا؟ يعني ما هعمل ايه تاني؟ هدوس تاني فيروح مشغل. تعالى نكتبها بقى بالارقام وحايد وصفار. الميركر ورد ليه؟ زي ما عملنا قبل كده. في البدايه خالص واحد شايفين اللون الاخضر؟ واحد واحد زيرو 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 ثواني واحد ثواني زيرو 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 مش شغال مش شغال مش شغال صح؟ حد معترض على الحالات دي؟ دوست على I0.1 بره كلوز ده قال له ايه؟ اشتغل. نزل هنا كلوز النيجاتيف ايدج قال له ايه؟ مش هشغل. يبقى الميركر برضه ما اشتغلش. جه هنا كلوز بس الميركر ماله؟ مش شغال. فالوحيد اللي اشتغل من اول دوسه مين؟ Q0.1 صح. شلت ايديا الاول ده فتح، هل ده فصل؟ لا، حتى هو ليه تعويض معمول له اساسا. ده فتح راح نيجاتيف ايدج عمل ايه؟
بعت الاشاره يعني الميركل جرى له ايه؟ اشتغل. ده فتح، ما هو بنفس السرعه اللي نزل بيها هنا. قال له هقول لك معلومتين جداد، اولا عوضك على الله في الاي 0.1 ده فتح ومبروك عليك، الام 0.7 عماله قفل. هل لحق يشغل؟ لا ما عرفش يشغل، محتاج ان انا اعمل ايه تاني؟ ادوس تاني. لما ادوس هيقول له اشتغل، هيقول له ما انا كده كده شغال. لما ادوس هيقول له انا مش هبعت اشاره، هيقول له مالكش دعوه انت كده كده اوريدي ملقط. لما ادوس هيقول عامل ايه؟ شغل. يبقى اول دوس شغل ده، ثاني دوس شغل ده. مش مشكله يعني، مش هينفع اقول لك ان في الكنترول ما اعرفش اعمل الحركه دي. المبدا واحد، ان انا في الكنترول خدت اكشن خليت ريلي اشتغل لما الاوتبوت الثاني اشتغل، صح؟ عشان اشغل بيه الاوتبوت الثاني. ماشي اوكي، مش هتفرق ما علينا. تمام؟ في حلول تانية اكيد، انا ده حل قريب شويه من الكنترول. في البدايه خلص فيها حاجه شغاله؟ كله مطفي. دوست على الاي 0.1 عمل ايه؟ شغل كيو 0.1، كيو 0.1 اشتغل. جه هنا مش انا دايس، يبقى نيجاتيف ايدج مش هيعدي الاشاره. انا دايس عدى بس ما عرفش يشغل، صح؟ لما شلت ايديا كيو 0.1 ما انفصلش لان في نقطه تعويض. تمام؟ هنا اول ما شلت دايره عمل ايه في الميركر؟ عشان النيجاتيف ايدج بيبعت اشاره لما اللي قبليه يفصل، صح؟ فالميركر جرى له يشتغل. الميركر اشتغل يعني قفل هنا، بس انا اوريدي كنت عملت ايه؟ كنت شلت ايديا، فمضطر اعمل ايه تاني؟ ادوس تاني بس. تمام؟ لو انا حطيت بوزيتيف ايدج هنا، ده اعتبره سؤال بقى. ايه اللي هيحصل في البرنامج؟ ها؟ لا لا انا عايز اتناقش الاول في دي وبعد كده اجاوب على سؤالك. ها لو حطيت بوزيتيف ايدج اللي هيحصل؟ ها في حد مش مقتنع بالكلام ده؟ الاثنين يشتغلوا مع بعض، عارف ليه؟ دوست اشتغل ده، نزل شغل ده، جه شغل ده، يعني دوست اشتغل ده، نزل البوست ايدج عدى الاشاره. جه هنا قال له اولا اي 0.1 مقفول، ثانيا الميركر انا لسه شايفه بعينيا ايه؟ شغال، راح مشغل. ايه بقى كان عندك حاجه ثانيه؟ ماشي كان عنده سؤال ثاني. طب دي كلوز؟ ها لو كده يبقى صح ولا غلط؟ لو كده ليه؟ نتناقش فيها عادي. ها دوست ده اشتغل، مش انا فتح يعني ده ماله شغال. لما اشيل ايديا ده مش هيفصل، بس ده هيجراله ايه؟ هيشتغل، صح؟ هي هي دي، هي هي الثانيه. نتناقش فيها، نتناقش فيها. انا دوست، صح؟ نعملها بلون واضح شويه. لما انا دوست بقى الاي 0.1 ايه جوه هنا اوبن، البوزيتيف ايدج بيبعت اشاره لما تيجي، صح؟ يعني امتى هيبعت اشاره؟ ده اللي احنا عايزينه. يبقى لما اشيل ايديا بره وافتح جوه هيعمل ايه؟ هيقفل يروح بعت الاشاره. في البدايه خالص، صح؟ بس انا المفروض اعمل ايه؟ ريست فصل الدايره كلها، والبوست ايدج بيبعت اشاره مره واحده بس. كهرباء للمصنع؟ دي نتناقش فيها لو عايز. العيب اللي في التمرين دوت اللي يخليه ما يفضلش، ان اول تجربه ليه اما شغل كهربة المصنع هيروح عامل ايه في الميركر؟ يعني اول دوسه بس هتشغل ايه؟ الاثنين مع بعض، بس بعد كده كل مره هتبقى اول دوسه تشغل الاولاني، ثاني دوسه تشغل الثاني. ده لو جربناه، هفصل كهرباء المعمل وارجعها، روح شغل دوس على الاي 0.1 هيروح عامل ايه؟ شغل الاثنين مع بعض. لكن من بعد كده مش انت هتفصله بقى الاي 0.0، من بعد كده هيبقى كل مره شغل الاولاني وبعد كده الثاني، الاولاني وبعد كده الثاني. مقتنع يا باشمهندس؟ ده ماله ده كده كلوز، احنا عاملين كلوز. لو خدنا السطر نتورك 3 طلعناها فوق، نتورك 3 طلعناها فوق. لا نفس الغلط، عارف ليه؟ انت عندك حطيت بوزيتيف ايدج، انت عندك حاطط بوزيتيف ايدج في دي فوق، صح؟ تمام تعال اتناقش في دي بس ثواني بتاعتك انا اشرحها دلوقتي. طب ما نشرحها على رسمه احسن عشان كده الناس مش هتتخيل. طيب اقدر ارسم الرسمه الثانيه اللي انت بتتكلم عنها؟ انت دي في مشكله في دي؟ يعني في ممكن ارسم هنا عادي حسب ما ماشي. نكتب الناس دي صح زي ما كانت نيجاتيف ايدج، نرسمها بطريقه ثانيه. ادي الاي 0.1 لاتش من الكيو 0.1 عشان مش هفضل دايس على طول. نفس الكلام الاي 0.1 تاني لاتش من الكيو 0.2، صح؟ ها دوست يشغل كيو 0.1، دوست يشغل كيو 0.2. تمام؟
ما عادي مش تفرق، نعكسها زي نحط دي مكان دي حسب البرنامج يعني لسبب معين، ولا انت قصدك عامة؟ ما عشان انت فكرت في التمرين احنا هنفكر فيه مع بعض فنتناقش في النقطة دي. يمكن بعد ما اخلص يطلع الترتيب ده غلط ونعكسه. في ستوب لازم يكون موجود صح؟ انا لو دوست هو غصب عني هيعمل ايه؟ هشغل اتنين صح؟ لان شاف الاتنين في نفس السايكل، شاف الاتنين في نفس السايكل، جه عدى على دي شافها شغلها، عدى على دي شافها شغلها. حتى لو شافها في تاني سايكل برضو كده كده انا مش هلحق اشيل ايديا، فايه اللي هيحصل؟ عارف لو كان ما بين ما بين مثلا دي ودي هياخد نص دقيقه كنت انا هدوس واشيل قبل ما هو يوصل لدي صح؟ بس انا ممكن اعمل حاجه تقريبا تعطل البي ال سي شويه، او بطريقه اخرى يعني تسرع اشاره ايديا شويه. انا ما قلتش ده صح بس انا اتناقش فيها برضو. لما دوست على الاي 0.1 جه هنا عمل ايه؟ شغل ده. نزل هنا برضو عمل ايه؟ شغل ده. بس في نقطه ايه هي؟ ان عمر الاشاره دي قد ايه؟ 1 سايكل. طب ما انا في حاجه لو خليته اول مره ما يشوفش ده، يعني ما يشوفوش، يجي عنده ما يعرفش يشغله، بلاش كده ما يشوفوش، يجي عند دي ما يعرفش يشغلها، يجي هنا هيعمل ايه؟ عقبال ما يلف ويطلع هيكون البوست في جنرالها ايه؟ خلصت. تاني لو انا خليته يجي هنا ما يعرفش يشغل دي، بس هيجي هنا يعرف يشغل، عقبال ما يلف ويرجع يجي يشغل البوست في جنرالها، يقول له خلاص كان زمانه وجبر ما ينفعش. ايه اللي يخليه يجي هنا ما يعرفش يشغل 0.1؟ معكوسه؟ ثواني، لا قبل الترتيب. لو انا عملت كده لا مش كلوز، نتناقش نتناقش نتناقش. دوست عرف يشغل 0.1؟ لا، بس البوست في ايدج ابتدى يتحسب العمر بتاعه خلاص، قال له خد بالك انت بدات تعد السايكل بتاعك. جه هنا عمل ايه؟ شغل 0.2. لما طلع فوق خلى دي كلوز ودي كده كده كلوز، والراجل دايس من زمان بس البوست كان جرى له ايه؟ فتح. يبقى اول دوسه شغل الثاني، الثاني دوسه يشغل الاولاني تاني. اول دوسه ما عرفش يشغل الاولاني بس عرف يشغل مين؟ تاني. لما اشيل وادوس تاني ده كده كلوز وده كده كده كلوز وده كده كده، انا شلته قفلت، فكان عمر جديد للبوست بيج عمل ايه؟ شغل. يمكن العيب الوحيد ان هو بدا بالتاني وبعد كده ايه؟ لو مش عاجبنا هنتصرف. بالظبط. تاني اشرح الفكره تاني. فاهم؟ ماشي، نهايه تاني من الاول. في البداية خالص مش شغال، مش شغال. واحد دوست على الاي 0.1، واحد 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 زيرو، فده ايه؟ مش هيشتغل. جه هنا ما هو نفس المفتاح، واحد واحد واحد، فده جرى له ايه؟ اشتغل. لما لف وطلع فوق قفل ده كان البوست في ايدج جرى له ايه؟ فتح صح؟ يعني الكيو 0.1 ماله؟ مش هيشتغل. يبقى اول دوست شغل واحد بس من الاثنين صح؟ لما شلت ايديا وقفلت تاني زيرو واحد، فكان البوست فيج ليه عمر ايه؟ جديد. يبقى واحد 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 واحد، فده يجرى له ايه؟ يشتغل. لو فهمتوا الفكره هبدلهم دلوقتي هظبطهم. ها فهمتوا الفكره؟ خلاص نعملها بقى كده. نخلي دوت كيو 0.2 0.1 صح كده، مش ناقص حاجه المفروض. يبقى بسرعه كده، دوست ما عرفش يشغل كي 0.2 عشان خاطر كي 0.1 ما كانش شغال صح؟ نزل عرف يشغل كي 0.1، عقبال ما قفل كي 0.1 كان البوست بيج جرى له ايه؟ فتح. شلت ودوست تاني عمل ايه؟ شغل التاني. يبقى اول دوست شغل الاولاني، تاني دوست شغل التاني. نتناقش نتناقش الاول بس ايه هنا؟ البوست بيج تحت ليها لازمه؟ ها نتناقش بتناقش باشمهندس. معلش البوست في ايدج اللي تحت ليها لازمه؟ اللي تحت انا شايف ملهاش لازمه بصراحه، انا ما اعرفش حاططها ليه صح؟ صح؟ ملهاش لازمه. اللي فوق ينفع اشيلها؟ لا ده هي ده هي الخير والبركه يعني. اللي تحت ملهاش لازمه صح؟ انت نتاكد تاني معلش. انا دوست اشتغل، حتى لو فضلت 100 سنه دايس من كده عايز طول عمره شغال لغايه ما انا اعمل له ايه؟ ايقاف. فكده مظبوط صح؟ اللي تحت ملوش لازمه. هو نفس المفتاح بالظبط. ده لقط قفل هنا، بس البوست فيجن انا عايزها عشان خاطر ما يلحقش يشوفه اول مره بالظبط، فمن تاني دوس هيقراه.
دي بقى بالظبط بقى ليها عمر جديد، فدي كلوز من اول وجديد، وده كده كده كلوز، وده كلوز عشان ده اشتغل، فيروح عامل ايه في 0.2 يشغل. تمام؟ لو دي خلاص نرجع نتناقش في دي لو عايزين. ها؟ نتناقش في دي؟ طيب انا عندي سؤال الاول في دي. في مفتاح في الرسمه دي ملوش لازمه. طب انه واضح يمكن راجع عنده حق. ها يعني نشيل الايقاف خالص؟ لا لا، في مفتاح ايقاف ممكن نشيله يعني. نتناقش. ده اكتر حاجة مهمة استوب للميركر، عشان الميركر يعتبر ميموري بيحتفظ بحالته. ايوه هو استوب التاني اللي بعد التاني. التالت قصدك؟ التالت بالظبط. ده ملوش لازمة. ليه؟ كده كده لما بفصل الميركر بيفتح هنا، فده هيجرى له ايه؟ حفظ. صح؟ بصراحة عارف ان انا هعمل ايه، انا هحط، بس انا ما اتناقش معاك بس في الفكرة، انا عن نفسي هحط عشان على الاقل لما اشوف اعرف ان استوب، لان يوم ما لاقوش هنا هقول طب ما هو استوب ليه ما حطيتوش هنا؟ فهضطر اقلب برنامج قوي عشان اعرف ان ده استوب. كي بس خلاص يعني، المهم كفكرة انت فاهم ان الاستوب هنا ملوش لازمة، وجوده زي عدمه، بس كمبدأ خليه موجود عشان خاطر ما نتلخبطش مش اكتر. نتناقش بس هنشوف. ها بس مستوى كويس جدا على فكره، مش مجامله ولا حاجه، مستوى كويس جدا، مستوى هم. ها تمام لغايه دلوقتي؟